نروح معاكم لفقرة أخبار الناشئين في الصحف والمواقع. سيراميكا يوقع عقود احترافية مع بعض لاعبي فريق الشباب. موعد اختبارات الناشئين بنادي سيراميكا كليوباترا 2021 هتكون يوم السبت القادم 3 يوليو على ملاعب العباسية في تمام الساعة 7 مساء. اختبارات الناشئين 2021 نادي النصر يحدد موعد التصفية النهائية بكرة إن شاء الله 30/6 موعد التصفية النهائية للناشئين، ويوم الخميس بعد بكرة يكون تصفية البراعم النهائية. عاجل يعني منذ دقائق قليلة منتخب الشباب يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بثلاثية في طاجكستان. يعني فاز منتخب مصر الشباب على طاجكستان بثلاثية نظيفة في المباراة اللي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي. سجل أهداف منتخب مصر أحمد شريف الهدف الأول، أحمد حواش هدف الفراعنة الثاني في الدقيقة 32، ويوسف حسن أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 50 من زمن اللقاء. شوقي غريب يعلن غدا قائمة اللاعبين النهائية لأولمبياد طوكيو. المنتخب الأولمبي دخول الفقاعة 18 يوليو لن ينهي أزمة لاعبي الأهلي والطائرة الخاصة الحل الوحيد. عايز أقف مع حضراتكم مع المنتخب الأولمبي والكابتن شوقي غريب اللي بنتمنى له كل التوفيق. زي ما أقول وعيد، الكابتن شوقي غريب مدرب منتخبنا الأولمبي مدرب كبير جدا، ليه تاريخ وليه بصمات كبيرة في الكرة المصرية. ابتداها مع منتخب الشباب سنة 2001 لما حقق برونزية كأس العالم للشباب في الأرجنتين، كمان لما كان مساعد مع كابتن حسن شحاتة وإنجازات في الكرة المصرية 2006 و8 و10. أيضا كمان مع المنتخب الأولمبي لما حقق بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 اللي كانت مقامة هنا في مصر. فالنهاردة لا خلاف على كابتن شوقي غريب، اسم كبير، مدرب تاريخ كبير، وكمان عجبني جدا المعاملة والأسلوب اللي بيعامل بيه كابتن شوقي غريب لعيبة المنتخب، بيحتضنهم وبيعتبرهم كأنهم أبنائه بالظبط. طب إيه القصة وإيه الحكاية خلال الفترة اللي جاية مع المنتخب الأولمبي؟ المنتخب الأولمبي النهاردة كابتن شوقي غريب بكرة هيعلن أسماء 22 لاعب، 18 للقائمة وأربع لاعبين هيكونوا احتياطي أو دول للطوارئ في بالنسبة للمنتخب الأولمبي. بكرة كابتن شوقي غريب هيرسل القائمة إن شاء الله للاتحاد الدولي علشان دي القائمة اللي هتكون منضمة للمنتخب الأولمبي.